اعلنت وزاره الداخليه منح زياره استثنائيه لجميع النزلاء بمراكز الاصلاح والتاهيل بمناسبه حلول العام الهجري الجديد واوضحت الداخليه انه تم التصريح بزياره استثنائيه واحده فقط لجميع نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل اعتبارا من بعد غد الاحد وحتى الحادي والثلاثين من اغسطس المقبل على الا تحتسب الزياره الاستثنائيه المشار اليها ضمن الزيارات المقرره للنزلاء ياتي ذلك في اطار حرص وزاره الداخليه على تقديم كافه اوجه الدعم والرعايه لنزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل ودعمهم نفسيا من خلال اتاحه الفرصه لهم لمشاركه زويهم مختلف المناسبات